السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السوابس، ودي أحد أنواع الكونتراكت اللي هي traded in derivatives market. السوابس كونتراكت هي بتكون between two parties agree to exchange cash flow at periodic intervals. بيحصل مبادلة ما بين طرفين اللي هما two parties على إنهم يتبادلوا ال cash flow at periodic intervals خلال فترات زمنية طبعا بيبقى متفق عليها. There are two types of interest rate swaps. ال two types of interest rate swaps هي أول حاجة إن يبقى في single currency interest rate swaps، تبقى ال swaps على single currencies interest rate swaps، ودي بيسموها اللي هي ال plain vanilla، ودي بتبقى الهدف منها انه بيتم تحويل الـ interest rate على الكرنسي، يا اما من fixed for floating swaps او العكس انه يحولها من floating الى fixed interest rate. النوع الثاني اللي هو الـ cross currency interest rate swaps، و this is often called اللي هي currency swaps، ودي بيكون الـ interest rate بتبقى فيه هنا swaps المبادلة بتتم fixed for fixed interest rate، مش بالضرورة إنها تكون fixed for floating أو floating for fixed، لا هي بتبقى الاتنين بيبقوا fixed interest rate. وهنا بيبقى التعامل على two or more currencies. The nature of swaps in swap is an agreement to exchange cash flow at specified future times according to certain specified rules. يبقى هي agreement to exchange cash flow at specified future times according to specified certain rules. هي هتستلم receive من شركة انتل بسعر فايدة floating اللي هو الليبر، و هتدفع بفيكسد ريت. تمام، ليه؟ عشان هي عايزة تعمل swaps المبادلة دي عشان تعمل reduce the risk نتيجة الايه، انها عليها التزام اللي هو liability او انها borrow 100 مليون دولار، فهي عايزة تحتاط ضد مخاطر ايه، تغيرات اسعار الفايدة الى ايه، حولت الالتزام اللي عليها كان هو كان بليبر بلس 0.1 يعني floating rate، حولته في النهاية الى fixed. وده اللي بيوضح الهدف من السوابس، انه بيعمل hedging risk نتيجة انه يعني بيعمل reduce للريسك اللي هي ناتجة من ان يحصل في change في ال interest rate، فهو بيحول ال او يعمل convertible او يعمل change لل nature of liabilities بالنسبة للشركات دي. طيب التاني تعال نشوف برضو ازاي ممكن نشوف يعمل change لل nature of investment، برضو نشوف الاستثمارات ممكن ازاي يغير من طبيعتها. لو هي كانت fixed rate يحولها ل floating rate، ولو كانت هي ب floating rate يحولها الى fixed rate. فهنا بيقول لي تمرين، بيقول لي suppose ان شركة مايكروسوفت own 100 مليون in bond. هي own 100 مليون in bond، والبوند دي احنا عارفين البوند بتدي كوبون fixed interest rate، وبالتالي هي عندها استثمارات ب 100 مليون مستثمرة في بوند، والبوند دي هنا هي own يعني بتمتلك، يعني عندها محفظة من البوند كاستثمار، ما قالش issue
ما هياش انها بتصدر بوند. لو هي كانت بتصدر بوند يبقى ده عليها التزام، لكن لا احنا بنقول هنا هي ايه، هي own 100 مليون in bond that will provide interest rate، بتديله سعر فايدة او كوبون fixed rate 4.7% per annum over the next 3 years. تمام. طب احنا عايزين نشوف ازاي ممكن ان شركة مايكروسوفت انها تعمل تشينج للانفستمنت دي اللي هي بتديله fixed rate، ازاي يحولها الى floating. فهنلاقي ان شركة مايكروسوفت انتر انتو ذا سواب، هتدخل عملية مبادلة مع شركة انتل مثلا، زي ما احنا قلنا انها هتخش يعني مبادلة مع شركة انتل. هنلاقي ان الاستثمار بيترتب عليه انها ريسيف انه بيدخله من البوند دي كاش انفلو، فهو هيبقى ريسيف حاجتين، ريسيف ال interest rate على البوند اللي هي equal 4.7 و receive under swap، وهياخد من عملية المبادلة اللي هو ايه الليبر. احنا قلنا انه هيستلم من انتل، شركة receive من شركة انتل بليبر بفلوتنج ريت، لكن under swap هو بيستلم وبيدفع، هو pay under terms of swap هيدفع بايه مايكروسوفت ب fixed rate 5%. اذا المحصله، طالما ان احنا بنتكلم عن investment هنحسب النت انكم، لكن لما كنا بنتكلم عن liabilities كنا بنحسب النت payment. النت انكم هنا تعال نشوف المحصله هتكون ايه، الليبر ما فيش حاجه هتروح معاها فهتنزل زي ما هي، وهنا الارقام اللي هي 4.7 نطرح منها ال 5% اللي هي under swap، يبقى هتبقى المحصلة هنا ايه minus 0.3، يبقى هتبقى labor minus 0.3%. يبقى هو حول change ال assets اللي عنده من fixed rate إلى floating rate اللي هي labor minus 0.3%. تمام. طيب احنا قلنا بفيكسد بقت بايه ب 4.8. السوابس عاده ما بتتمش ما بين التو بارتيز اللي هم الطرفين كده يعني دايركتلي، لكن بيبقى في انترميديري او بنقول عليها الفاينانشال انترميديري اللي هي الوساطه الماليه. فهنلاقي يوجوالي تو نون فاينانشال كومبانيز such as Intel and Microsoft don't get in touch directly to arrange a swap. يعني الشركات مش بتقابل بعضها كده يعني by chance ان ده واحد عايز يحول مثلا ال liabilities اللي عنده من fixed ل floating والتاني عايز يحول من floating ل fixed، فيتقابلوا لانهم ايه وضعهم يعني ايه بيكون opposite لبعضيهم، فيقدروا ان هم يعملوا السواب. لا ما بتتمش العملية كده، العملية أساسا بتتم من خلال وسيط هو اللي بيجمع الطرفين مع بعض. مين الوسيط ده؟ اللي هي الفاينانشال انستيتيوشنز اللي هي زي البانكس مثلا. تمام. وبالتالي زي each deal with the financial intermediary such as bank or other financial institutions. Suppose that the financial institutions is certain to make a profit. بس ال intermediary أو ال financial institution دي مش هتخش تعمل وساطة ما بين ال two companies دي كده ببلاش، لا هي بتاخد profit أو بتاخد fee، وال fee دي بتتقسم على ال two company على الشركتين. فلو احنا قلنا مثلا ان ال financial institutions او البنك اللي هيخش ك intermediary institutions هنلاقي ان هو مثلا بيقول لي ان هو البنك ده هياخد profit 3 pieces point، ف 3 pieces point قلنا divided على 10,000 وبعدين multiply 100 هتطلع ايه 0.03%. وهذه ال profit او ال fee هتتقسم على الطرفين، each company pay ايه بنقسم على 2 يبقى كل شركة هتدفع 0.015%. تمام. تعال نشوف الموضوع هيتم ازاي.
احنا دلوقتي بقى بدل ما شركة مايكروسوفت وشركة انتل على طول كانوا بيواجهوا بعض على طول، او الاتصال بينهم هيكون دايركتلي، لا هيكون في بينهم الوسيط اللي هو الايه financial institutions. والفاينانشال انستتيوشن زي ما احنا قلنا هتاخد فيه، وقال لي في التمرين هنا كانت 3 basis points، فهتتقسم على الطرفين، فكل واحد هيدفع 0.015%. وبالتالي شركة مايكروسوفت بدل ما كان هتدفع لإنتل على طول بفيكسد ريت كانت 5%، لا هنضيف عليها المين الفي، يبقى بدل 5 هتبقى 5.015%. فإذا شركة الفاينانشال انستتيوشن هتاخد زيادة على اللي هتدفعه مايكروسوفت الانتل، مايكروسوفت هتدفع ايه ال 5% بلس الايه الفي بالنسبه للفاينانشال انستتيوشنز. الفاينانشال انستتيوشنز هتاخد المبلغ ده وتخصم منه ايه بقى، هي المفروض تدفع لشركه انتل 5 وهي تاخد الايه 0.15%، كمان هتخصم الايه ال 0.15% من الشركه الثانيه، فمش هتدي له 5، لا هنطرح من ال 5% اللي هو 0.15%، فهيبقى هتدي لشركة انتل الـ interest rate دي. تمام، يبقى احنا كنا فاكرين قبل ما تخش الـ financial institution كـ intermediary between the two company كانت المايكروسوفت بتدفع 5% الانتل على طول، لا يبقى هي هتدفع زيادة اللي هي 5.015%، عشان هتدفع زيادة عن الـ 5 الـ ايه الـ fee اللي هي المفروض انها تدفعها. والفاينانشال انستتيوشنز هتاخد المبلغ ده وتخصم الفي، ومفروض تدي للانتل 5، لا كمان هتخصم عمولة او الفي اللي المفروض تدفعها انتل، فهتديها اقل من ال 5% بال 0.15%. تمام، طبعا شركة انتل كانت زي ما احنا عارفين انها كانت عليها التزامات، ان liability كان عليها التزامات بفيكسد، حولتها في الاخر الى floating. وشركة مايكروسوفت كانت عليها liability بفلوتينج، حولتها في النهاية الى ايه الى fixed. ونفس الشيء بالنسبة للاسيتس، هنلاقي برضو ان شركة مايكروسوفت كانت كانت يعني own bond بتديها فوق fixed rate، وهي كانت داخلة swaps مع أو inter swaps مع شركة انتل، وكانت هتدفع لها 5، لأ عشان في وجود ال financial institutions هتدفع ال financial institution كوسيط هتدفع زيادة عن ال 5 بال fee. وبرضو شركة financial institutions مش هتدي ال 5 للانتل، اللي هتخصم منها ايه برضو اللي هي الفي اللي هي 0.015%. تمام، ال financial institutions بتبقى ممكن تبقى هي ال intermediary institutions between the two company، لكن في كمان حاجة اسمها market makers. Market makers it is unlikely that two companies will contact financial institutions. ممكن برضو ما بقاش two company يتواصلوا مع بنك مثلا او financial institutions عشان يعملوا swaps او مبادلة مع بعضهم، وبالتالي ممكن بيقول لي ان two companies will contact financial institutions at the same time and want to take opposite position in exactly the same swaps. وبالتالي بيقول ممكن ما يكونش محتمل انه الشركات دي انها تروح للبنك والطرفين دول يعني يبقوا عندهم opposite position او وضعين مختلفين، فيقدروا ان هم ينفذوا عملية السوابس من خلال الفاينانشال institutions. وبالتالي for this reason many large financial institutions act as market makers. نلاقي في كتير من المؤسسات المالية بتبقى هي market makers for swaps. This means that they are prepared to enter into swap without having an offsetting swap
with another counterpart. وبالتالي الـ financial institutions هنا بتعمل repair أو prepare للعمليات الـ swaps، والشركات بقى بتدخل وتشوف إيه ما يناسبها من إنها عايزة تحول من fixed لـ floating أو تحول من floating لـ fixed rate وهكذا. طيب الـ market makers بيعلن بقى عن عمليات الـ swaps، وبيدي طبعا الـ maturity، وبيدي سعرين بيدو offer، والسوابس ريت بقى هي عبارة انها الافريج بتوين البيدو الاوفر. يعني لو احنا عايزين نحسب السوابس ريت، هي ان احنا بناخد الافريج، يعني بنجمع البيد بلس الاوفر وديفايد تو. لو احنا جمعنا دي وقسمناهم على 2 يديني السوابس ريت. فالسوابس ريت هي عبارة انها ايه، انها افريج للبيد والاوفر. بنجمع البيد زائد الاوفر بلس الاوفر وبعدين ديفايد 2، هتديني السوابس ريت.